سكر الخط هلا. عنجد؟ ايه سكر الخط هلا. ايه عم عادل. ما تقولي لما عادل. ايه بسلم عليك يا عادل فولا. ما بسلم علي، مين قال لي بسلم علي؟ صوتك شو؟ ما بسلم علي. تحكي احكي معي وقت. لا ما معك وقت. احكي شو؟ لا. سكر الخط هلا. يوم عشية. ايه اليوم عشية، اوكي. يلا باي باي. شو اليوم عشية؟ جاي بولين. ايه جاي بولين. كم مرة صرت مفهمك انه هاي بولين ما بحبها انا؟ ما فيك تحكي هيك عادل، مش معقول راسك. ما بحبها لصاحبتك، ما بطيقها. هاي صاحبتي، يعني صاحبتي عشرة عمر انا وياها، مش هيك بدها تختفي. بدك تنقي يا انا يا هي، يا انا يا بولين، ما فيك تنقي بين اثنين. صوتك كل حالة مفضلة فينا؟ ما بطيقها لبولين. صوتك. شو هيدا؟ شو هيدا؟ ما معقول. شو هالشيء هيدا؟ انا بتعرف ليش بختار اقعد برا؟ منشان الهدوء. منشان السكينة، منشان التأمل. استاذ نعيم انت فنان يا مايسترو، بدك مطارح. انا فنان. ايه انا الجولة اللي عملتها بفيينا عملت فيها 13 حفلة بشهر. يخص العين كتافي هون اللي حملت عليهم كمانجة وصرت اعزف. عملت اهم المهرجانات. بحاجة للطبيعة وللهدوء ولتعاطي الشعوب مع بعضها. ايه طبعا. انا اللي عم بقلك هيك. طب هات التليفون لهون. يعني القاس وحسان والميرة احسن. ايه ما تجيب سيرة اصحابي على لسانك. ايه ما تجيب سيرة صاحبتي على لسانك. لك ايه طز عليك واصحابك بولين. ايه طز عليك واصحابك. ولك فرجيك هيك هيدا عم تحكي معك خير اللي كان. هيدي بولين. انا فرجيك انا وين بولين. هيدي بولين يا حي بولين. شفتيها شفتيها لبولين. هاي بولين. هاي بولين. هاي لبولين اذا بدك. يا استاذ لو سمحت. ما معقول بلا مخ. شو سوفاج في معه يا استاذ نعيم؟ كيف قادرين تعيشوا بهالبلد هيك؟ ما عم بفهم انا. اذا ما كان في هدوء انا راحت الحفلات من راسي. راحت راح الهدوء راح التامل. خبرني انت شو عملت على المزبوط ولا احكي شو بدك. شو عملت؟ عملت ست حفلات. يا لطيف. ست حفلات بالمانيا. المانيا بمعهد ثقافي كبير. وبرمت على كل شيء فيه مهرجانات لقدرت احصل على شيء كان حلم حياتي. يا عيني عليك. انا بهمني هالنوع من العالم، هيدا البشر الانسان اللي ممكن المرهف نحن بحاجه له. هيدا الشاطره فيه ترقل ترقل بولين وطحنك وانا بطيق. بدك ترجع ارجل عندك ترجع يا هيدا الارجل بدك ترجع ارجلك. ما معقول بتلحين طال عبد ارجل بدك ترجع. عند اصحابك وعند الناس كلها انا ما في اتحمل بقى هيدا الوضع. استاذ بليز ما بقى فينا عم نرجف. لك شو عم نرجف؟ ما بقى فينا. معقول في بني ادم بيتعاطى مع حدا هيك؟ ما معقول. خلص خلص دخيلك انت كمان دخيلك. بليز كالم داون شوي. مش كالم داون بليز. لك مختل جوزي مختل. نعيم بالزور عم بقول لك لحتى حصلت على اهم شيء قلت لك بحياتي. 160,000 دولار. شو 160,000 دولار؟ هيدي عزف عليها باجانيني. شو هي هيدي؟ هيدا الفيولون. أيوة. من اهم الفيولونات. هيدا رحت جبته بالمزاد العلني. قديه حلو هيدا؟ هيدا 160,000 دولار. هيدا 160. هي نقلة باجانيني. هي عليك. ليك منك كمان. منك مجانية. ليك منك كمان. بلا بيطلع بتيبل. لك الله لا يهديك. مجانية بيطلع بتيبل. لك يا مجنون. لمين هي؟ هيدي كانت لباجانيني. الله يعطيك عافية صارت لإلي. متكسرتها يا مجرم. مين هيدا باجانيني؟ بيقلبها؟